العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ينهي زيارة تاريخية إلى مصر استمرت 5 أيام ويغادر إلى أنقرة. رغم الخروقات في تعز ومأرب والجوف، رئيس أركان الجيش الوطني اليمني يؤكد أن الهدنة صامدة. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وصل إلى الرياض للقاء المسؤولين اليمنيين قبل أسبوع من انطلاق مشاورات الكويت. جهود دبلوماسية من دمستورا وواشنطن وموسكو لإنقاذ مفاوضات التسوية السورية. المعارضة السورية تعلن سيطرتها على جميع النقاط في جبل القلعة الاستراتيجي في ريف اللاذقية واستعادة السيطرة على قرى من داعش في ريف حلب الشمالي. طهران تعلن تسلم الدفعة الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الجوي الروسي S-300.